نعم. وتقبل شهادة على شهادة. وتقبل شهادة على شهادة. على شهادة مقبول شهادته. على شهادة مقبول شهادته. بخوي بخوي أو هاي مثلك. نعم. وتقبل شهادة على شهادة في غير عقوبة لله تعالى. بس قبل شرع كبير. وشبري مثلك أخوي برك تيك داية. مقبولون شي لدون سيا دبي بري على شهادة مقبول شهادته. على شهادة مقبول شهادته. الآن بحسي أتارا بحسي شهادي ماذا؟ يستا بحسي شهادي لس شهادي دكين بكودي دهني زار شاهد إشكي نديتيا برام شاهد زاري كابرا أدري عشد نبيلا مجيم ليبو بخوي وايكت بخوي اعترافي كت وتقبل وتقبل مقبولة شهادته على شهادة مقبول شهادته. أدي شهادتك أولي أو درين فرع. على شهادة أو درين أصل. أو أصلك مقبول شهادته. ذي بخو شهادي مقبول بأوزعة الشهادي وربقن له خرش بجر. أدي أقول أصلك بخو فاسد بي وفاسق بي بكرقنا في غير عقوبة لله تعالى. أزباب فلود أو متنك خويتك دا. أدي تشين دا. وتقبل شهادة على شهادة أو بتنوينها. مال. بتنوينها. مال. إذا مقبولين كتصيبت شهادة. نبت إضافة. على شهادة مقبول شهادته. مال. أو هاي دانا يا. على شهادة مقبول بإضافة الشهادة التي في المتن إليه. وفي حسب التنوين منه. مال. عن جودري. والأولى إبقاؤه وزيادة من الزارة. على شهادة من مقبول شهادة. هاي قول بقى. هنجني شخوش تيك مدى دالا نكي شخوش تيك دها. وتقبل شهادة على شهادة مقبول شهادته بغير عقوبة لله تعالى. دبي عقوبة اخواي نبي سنجي عقوبة اخواي تيويز بسطرة خرق بشمام بيتو باشا. ادي لبا عندي شهادة لسي شهادة لقرر. تعقاد مكان. مالا كان او غيره. سي شهادة كمال بي يعني غير مال بي مسألة كوا. كوا. كعقدي. وشي معملة معملة أبن زام شادم كهو قوتي أشتم كري شادم قوتي أشتم فروش وفسق شادم قوتي معملة متقدا وإقرار شادم بخوي قوتي اعتراف كت وتلاق شادم قوتي جنخم تلاق دا ورزعة شادم قوتي أوار رزعة جنخم كت ورضاع شادم قوتي أمشيرم دا فران كسي خوار ديا وهلال رمضان أمشيرم فرانكز قوتي من مانج رمضان مديد دي ووقف على مسجد أواني دي مثلا عقدك الشاهد يستر شاهد يكوا ثم دي بري شاهد مكا فرانكس شاهد لو عقدي بخوي بخوي أدي أدي بخوي قوتي بخو من شاهد مثلا هندي كهو قوتي أمن أم عمليهم كردي أو هم كشاهد أم شاهد مثلا شاهدي أو كابرائي كقوتي أمن شاهدي أو عقدي أو ها وفسقين أم شاهد مثلا شاهدي فسقي أم شاهد مثلا إقراري أو شهادة وتقبل شهادة على شهادة مقبول شهادته من شهادة كمحمد شهادة والسر أو غير كعقد تمثيل لغير المال تمثيل لغير المال وأشهدوا ذوي عدل منكم هو شامل للشهادة على أصل الحق وللشهادة على الشهادة وللعادة إليها لأن الأصل فيه قد يتعذر ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيشد عليها كسائر العقوق عقوقها مقبول شهادته ما لم كان أو غيره بعقوبة لله تعالى شهادة لسي شهادة أم شهادة من كفرانكس شهادة أو عقدي أم شهادة من فرانكس شهادة أو فسقي أم شهادة من فرانكس شهادة إقراره أم شهادة من فرانكس شهادة تراقب أم شهادة من فرانكس شهادة رزعته أوها أم شهادة من فرانكس شهادة رضاعه أم شهادم فرانكس شهادي هلال رمضان بخونهم دي عندي بريم شهادم لسه شهاد شهادي ووقف على مسجد أو جوا أو زيهة عامة أو جوا وقود شهادي لسه شهادي كشنوي وقسم شهادم لسه شهادي قسمي أو أنا حموي حقي بني أدمي أدي أقول حقي خوايبي بخلاف عقوبة لله تعالى برنا أقول حقي خواي تعالى بي بإذنك شهاد لسه شهادي بجيري كحد زنا وشرب وسرقة أو أنا في وزنك أو أنا في وزنك في وزنك ثم كأو لو مسامحة لو مسامحة دري
إذ منع الشهادة إنما يكون فيه وإنما يجوز التحمل أو شهادة على الشهادة أنجي ندرستها وسن شروطها بشروطي بشروطي سن شروطي دوي يقلو شروطها نسيا تحصل أداء أصلين أصلك الإيرانية نخوة مردازي أصلك إيدر كنو رشاهدة كي بدأت سي بدأ الشهادة نسي الشهادة كابرا روية الإيران مايا بغيبتي بزربوها فوق مسافة العدوي لو مسافة دورت لك خارج سبينا بسي حوار بيتوا عدوي مسافة عدو أويا سبينا بسي لو حوار بيتوا وشي إيرو 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 كوري مثلا أو لو يدورت لبي أو خوفي حبسي أو خوفي حبسي من غريمي من غريمي يعني كابرا الشهادة أصل قردار بو قردار بو لسعب قدي دتر ساعات با حبسي دكر وهو معسر فقير جبو نيبو سبكا أو زبخوي نايه زار شهادة دنيري أو مرضي يشوق معه حضوره يعني نخوش بو ندقشتي زور زحمد بو بي زار شهادة دنيري زار شهادة شهادة ددا وكذا بتعذره بموتي بتعذره بموتي ايه بم اصلكا اصلكا ادايا اصلكي متعذر بو لبا مردني مردبو او جنون الشهد بو او يك بري او يك وكذا بتعذره يعني انا تاني بيت الشهد يكي بلا كابرا مردنا ناكري ناكري متعذرة لبا مردني يعني لبا شيطاتي او يك او يك تعسر اداء اصلي او يك وباسترعائه يعني أوزاري أصلك بخو دركاك أتوحر لباتي من شهادي بدا استرعاء دعوة كردن دعوة كردن أي الأصل أي التماسه منه مزرى دكيتسي بابا التمس استرعى رعى رعى أوش استرعى سلاسي مزين فيه بس أعرف بيت هذا وقت التصريفين يعني. وباسترعائه أي الأصل أي التماسه منه بخوي دعوة دكا دعوة أصلك يعني كيش داري بايك حذف كل باباشتا واسترعائه بشروط يتعسر أدائه واسترعائه قيدي هو هناك الأصلي التماسه منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه ديكات النائب خوة ديكات وشيل خوة داري أو شهادية حفظك وهر لباتي من بدأ أي التماسه باسترعاء أي التماسه منه أي التماسه دعوادك التماسي أصلك منه لفرحك رعاية له رعاية شهادته وضبطها هو برعاية شهادك بالتماس صدك رعاية شهادته وضبطها دري أو شهادية راقرة أقادر بها حفظي بك حتى تسكن حاكمي لبيرنك شهادة أصلك وضبطها شهاديك شهادتي وضبطي أضبطي شهادتي حتى يؤديها حتى فرعك أدابك عنه لباتي أصلي لأن شهادة على الشهادة نيابة نيابة لو يا زمادة من نائباتي بي فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه يعني نائبها بي يعني قائم قام نائبي بي قائم قام نائبي بي لذلك قوله أو ما ينوب عنه أي الإذن مما ذكرته لك عند قوله وباسترعائه لكن وباسترعائه لمن درم أم قوتيا دري واعلم أن مثل الاسترعاء ما إذا سمعه يشهد عند قاضي عند قاضي فلو أن يتحمل الشهادة عنه وإن لم يسترعيه دي لكن قاضي شهادي دا باوجنا قد بها رلواتي من شهادي دا أو أوري قلت رلواتي من شهادي دا أو لكن قاضي شهادي دا أصلك فرعكش ديتي هو لكن قاضي شهادي دا وشي استبع موبايلي تصديلك لدباب جريته ودرسته خود سنو شي قلت رلواتي من جروه أو ما يقوم مقامه أو فيقول السورة كان دي جرؤني مثلا نعم أخو السورة كان دي بخو كابرة دي لحر لباتي من بدا وزرؤني قلت لباتي من بدا فاعتبر فيها إذن المنوب عنه يعني بي إذن هبي أو ما يقوم مقامه يعني اشتك قائم قام إذن بي قائم قام إذنش أو هاي أصلك لكن حاكم الشهادي دي ذاتن وحاكم الشهادي كي دي نسيته شهادي قبول كش اشتك بأشك رايك أدو برايد بإشك هيا دي برايد بهلو يتصديني دكيو لبادي سيد جريو فيقول أو يقوم مقامه مقام إذن مقام إذن فيقول كابرا دري أنا شاهد بكذا أي وأشهدك أما الشاهد مؤتوش كرد الشاهد فلا يكفي أنا عالم به أصلك
بري من علم بيغ وند نابي بري وبي بت شهادي لس شهادة شهادة على شهادة معنى يسي دك دو شهادة أصل كشاهد يا برع كشاهد يا أو زعلان كدري أي مثلا كانوا سيتي أنا شاهد بكذا وأشهدك هو دك شهادة أما بخون شاهدم أتوش دك ما شاهد هو دك شاهدين يا فلا يكفي كافيني أنا عالم به وأشهدك بري أمن علم بيت لك ما شاهد أو أصل كنا وشاهد إلى فرع كشاهد أو أشهدتك أو إشهد أو إشهد إيه أو أشهدتك إيه أشهدتك فلا يكفي أنا عالم إيه وأشهدتك أو أشهدتك أو إشهد أتى بأفعال ثلاثة الأول مضارع إيه والما والثاني ماضي والثالث أمر أو إشهد إشارة إلى أنه يجوز التعبير بأي واحد منها إيه وباش فلا يكفي كبراوة فلا يكفي أنا عالم به أو خلاص أو براوة سبري فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو بفعل مضارعي أتوش ما استكرد الشاهد أو أشهدتك يعني لدمج أتوم كنت الشاهد أو يشهد يعني أتوم بالشاهد على شهادتي جو متنازع فيه له ما على شهادتي به لس الشاهد يمن به بو كذلك تعزبتم بكذا فلو أحمل الأصل لفظ الشهادة أقل لفظ شهادتي نقول أصلك فقال أخبرك أو هايقو أو أعلمك بكذا فلا يكفي هو نابي مش قلت له دبي أصلكش دبي أصلكش شاهدي بي دبي أصلكش شاهدي بي كما لا يكفي ذلك في أداء الشهادة كما لا يكفي ذلك في أداء الشهادة عند القاضي ما قال شاهد لكن قاضي بري أعلمك أو ها بري لكن قاضي أخبرك بكلقناه هي فرعي بكلقناه هي أصلش بكلقناه ولا يكفي في التحمل سماع قوله كما لا يكفي ذلك لو أصلك لك القاضي أو هابريتن أنا كما لا يكفي ذلك معنى أو أخبرك أو أعلمك ذلك إشارة ولا أخبرك في أداء الشهادة هذه أداء الشهادة لك القاضي استاكلوا شهادتي على شهادة بقولت أنا بكلم نهاية أو كابل أبسي لك القاضي أقبل أخبرك أو أعلمك قاضي لي ورمك يعني أصلك أصلك يستلك العالم شو ببري حلوه ولا فلا يكفي كما لا يكفي ذلك في أداء الشهادة عند القاضي ولا يكفي في التحمل سماع قوله لهرهون دم جلبو لفلان على فلان كذا لفلان سفلان أو ديها سنارع مشاهد مجنبي أو عندي شهادة بكذا يعني لك نمن فلان شاهديها أوش بكلم هيا لا يكفي في التحمل الشهادة أي هو نابت التحمل في الشهادة سماع قوله قولي أصلكي هذا بلا أصلكي جل ببيء أي سماع شخص يريد التحمل قول شخص آخر أو شخص آخر كأصلكي لفلان على فلان كذا أي ونحب ذلك من صور الشهادة التي في معرض الإخبار كأشهد بأن لفلان على فلان كذا وإنما لم يكفي سماع هذه الألفاظ لأنه مع كونه لم يأتي في بعضها بلفظ الشهادة لفظ الشهادة تدانيا قد يريد أن لفلان على فلان ذلك من جهة وحد مثلا اعتمال وحد بدك شهادة دانب هل لفلان على فلان كذا أو عندي شهادة بكذا أبن فلان شهادة لكنا نار شهادة لكن ما لان ابن نسرع وبتبييني فرعي عند الأداء جهة تحمل أو العطف لسار بشروطني ديس عند بي بيك زياد بي بشروط شروط كان سيا تحسري أداء أصل أو يك واسترعائه أو دو وتبييني فرع دبي فرع كش بيان بك عند الأداء بابا أو بيمانو بي زيادة أخر حطف لسا تحسري عطفني لسا شروطي هذي بتحسري وفران هم بيك أولي بصدادة هون دبي لوتيا وتبييني فرع بيان بك عند الأداء وش أدائك
جهة تحمل جهة تحمل كي بريدا خشادية إخبارا وعديا تيا ده بديار بك مثلا ديار كرنا ككوبة فصي عبري بريك أشهد أشهد أن فلانا أن فلانا فرانك شهد بكذا شهد بكذا حضور باشا أشهد أن فلانا شهد بكذا أو أصلك يا وأشهدني على شهادتي وأشهدني على شهادتي أمني شكر ده شهاد لسه شهادي خو هو بياني كده بياني نكر أشهد أن فلانا شهد بكذا أو سمعته يشهد به عند قاض أو ها جملنا جملبو شهادي دابا فرانشتي يمبري در معطوف على قولي وأشهدني على شهادته وهذا يقول إن لم يسترعي زيادة على قولي شهد كذا وبقي عليه بيان السبب الملكي أو سمعته عطف الأسر وأشهدني على شهادتي كأشهد أن فلانا شهد بكذا شهد بكذا بري وأشهدني على شهادته شهدي دا يامبري سمعته يشهد به عند قاضي أو هبري أو وشي دميدي فإذا لم يبين زيادة التحمل فإذا لم يبين زيادة التحمل فإذا لم يبين لم يبين لم يبين هذا كابر بياني نكد زيادة تحمل أو هاب فصيحي نيقو ووثق الحاكم بعلمه ووثق الحاكم بعلمه بعلمه أي علم الفرع بشروط التحمل قازيش وسوقي بعلمه كابر إذا كرد كدزاني كابر دزاني شاهدي لسه شاهدي كوهو راس شاهدي لكن قاضي دا او هاي نقوى ام شاشة دانو بلا فران قسم دي شاهدي داو او ايش قوتي من اتو بزار شاهدي او هاي نقوى راس لكن قاضي شاهدي دا قوتي اشتا دانو بلا مشاهدي لسه شاهدي فران قسم دي دا قاضي ديزاني او بيا او بيا وشي عالم او بوشو بتان دزاني اگر او هابو لم يتي بي البيانو لم يتي بي البيانو انجيني اقوال فنري قيدنا كابلا فيكفي أشهد على شهادة فلان بكذا هون دبري بس كابر بخوي دزاني شروط سيا ملا لحصول الغرالي هو سنش مانغو تحصري أداء أصلي واسترعائه وتبيين فرع زيادة تحمل وبتسميته إياه باب زيادتك إعانة فرمي وهو أحد الأمور الثلاثة المتقدمة وهي الاسترعاء أو سماعه يشهد عند حاكم أو سماعه يبين سبب الشهادة أو سببك أو السيرت سببك هو السيرت نار أحد الأمور الثلاثة بل أخ مقصد معنيت سببك سماعك أو الجملة جملة بلوكن قاضي داي أو إجمال بابا أو سماعه يشهد عند حاكمه أخنا روى جهة الثلاثة إنشيانة هو يقدر هذا أحد جهة الثلاثة جهة التحمل إعانة كذا فرمي أي طريقة وهو أحد الأمور الثلاثة المتقدمة سيرش مانجو بل وهي استرعاء أو سماعه يشهد عند حاكم أو سماعه أو يبين سبب الشهادة يعني اللي بيش هو ويقوتي ويقوتي إعانة وتسيرش بيبشت هيك استرعاء هيك سماعه يشهد عند حاكم او سماعه يبين سبب الشهادة وزو السيمين كيك يبين سبب الشهادة سبب اخير يرسى بي عن الفيش وقوتيتي سيرش بيبشت احد الامور الثلاثة المتقدمة هيك استرعاء فنشي ودقمتنا كيداني دار بخوي ويقوتي بخوي ويقوتي يعني أوي بابا تبين فرع جهة التحمل جهتك أوي تعسر أدائي أصلي أخوة موجود بلى
سهوش تداني ما بشروط أربعة أربعة أبروني بروني لا أول درسي أول درسي قوتي هو بشروط تعسر أداء أصلي قوله إنما يجوز التحمل بشروط ببنوا أي أربعة أي أربعة سارة الأول تعسر أداء أصل الشهادة أو ما لما تلخيبه أو زاري لو يقري الثاني الاستراعاء بأن يلتمس الأصل من الفرع رئاية الشهادة وإبزيا الثاني الثالث تبين الفرع عند الأداء جهة التحمل أو الرابع تسمية الفرع إياه أو مان مايا أو مان مايا أو دريت أو تحمليك لو سياني كده مدينة قوتم ليش لم سارة مينة كماع أو رابع كيا وبتسميته الفرع إياه الأصلي ده بنايبيني ناو لفرانكس جيليب تسمية تميزه نايبيني وإن كان عدلا وإن كان باعص لك عدل جمناوي بينا لو لتعرف عدالته فإن لم يسميه أقنا منينا لم يكفي نابي نابي لو نابي داي نابا فرعك ناوي شهادة أصلا كي بريتن بري فرانكس فراني كوري فراني أقنا بينا لو تنش احتمال فاسق بي حاكم تدي ناسي دفتري أنا يدرون تي لأخوة هو مقبول شهادتي مقبول نياتي لأن الحاكمة قد يعرف زرعه لو سماه أجناء بين حاكم دزاني ومزروع بشاهد ناسي بشاهد ناسي استناوي دزاني وهم لا سايشنيا أدي وش أوها وفي وجوب تسمية قاض وجوب تسمية قاض شهد عليه شهد عليه وجهان وجهان أي وفي وجوب تسمية الفرع أصلا قاضيا قاضيا عند قاض آخر أدي أوزاري قاضي حكم شكر شاهد حكمي أو قاضي لكن قاضي جديد جرتوا هذا الشاهد قوتي ده بناء شاهدي بيني هذه بيوست ناء قاضي بيني يانا ناء شاهدي لو بيوست بيني لبرا وين أخو شاهد كاب يا وش خراب بي قاضي رد شهادة تلك برا قاضي خو بيا خراب نيا ده خو ناو هنا نو ناو هنا ني ده بيا يانا شاهد عليه لس قاضي كي وفي وجوب تسمية قاض شهد فرعك عليه لس قاضي حاشي كدري عند قاض آخر لكن قاضي شدي شاهد دا وزهان دو وزهها وصوب الأزرع الوجوبة أزرع دري واجبة في هذه الأزمنة لو زمان إستا قاضي كان جو شي عالم بياو خراب كو بياو خراب كبي يستناي بيني وببرونتي قاضي دا قوا بياو شي باشا يا ناغ خراب بي لي ورنغري قاضي بياو باشا بياو خراب يا لكن قاضي دومين وشتو جرات واغناي بيني باشا لما غلب على القضاة من الزهل والفسق يوم زاردين كنما دن ملاو هاي قوت يا زين ملاك تشي بيمبري وما خلعتهم بهم كسشيني ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق باشا هو شاهدي لس شهادتي وبدو شاهد يقناوي أصل ويقناوي فرع بو وزعما لأول درس بوتمان أقل ببيرد بوتمان دبي أبي أصلك مقبول الشهادة دبي هدي أقل لو بيني كابري أصلك بو دجمندار دجمندار دقل أو كسي كشاهدي لس دعا شاهدي دسوني 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 نابي ياندستي بقمار كرني وانا كر وفاسق اگر اوهابو ولو حدث بالاصل شهادة او فسق لم يشهد الفرع فرعك الشهادة كي تتس فلو زالت هذه الموانع الشهادة كي اصلا كي بيج عداوة وبيج فسق كي الباب بيدا بو حدث هذه حدث معنى اوهيا هدروزنيا هذه توبي كر فلو زالت هذه الموانع احتيج الى تحمل جديد دبي تسينا شدي تحمل بكاتو أي بيشان روي فصل تحمل بكاتو يعني سام زار شدي أقايل بيتو ما بدي سام تحمل شدي نويد شرح يعني هر وفاء بمتنا كينا كده ها لو سي كي لزيادة التحمل كي لو دي وتسارة مني كنا بل وهو أحد الأمور الثلاثة المتقدمة وهي الاسترعاء أو سماعه يشهد عند حاكم أو سماعه يبين سبب الشهادة إيه أو سي صار منك جماعة دروبي تسميتي أوش صار سبب الشهادة يا بابا ها
سبب الشهادة مقصد ليتيا السبب كوا تعامل هو تعامل نبو هدي عن تفسير خوي بخوي كرتو بام كم أنا لا تفسير خوي بخوي كرتو أما اللي بيش دخو تفسير ونبو لإعانة ويبك إعانة صار شتيدانة دري أو صارني أمن برزم لو قوتي أو سيمينة كيف صار منك جمال لا يصح تحمل النسوة. أبي يكميان كابرا يكمي موجود نبي. يعني أبي بخوي دعوة بكم. تحصل أداين أوية. وبي استرعاء أودو. وبي تبين فرع أوسى. وبي تسمية أوسى. تبين فرع كج أوي كسي كدي ديالي بكم. لبت السبب وشيا. كم جرب وكم تعمل كدي أو. لا يصح تحمل النسوة على مثلهن جن. شهادتي على شهادتي جن النار جن ببن زار شاهد نار لا يسع تعامل النساء ببن فرع ولو على مثله إن باعص لك شان أجنبي لس في نعب ولادتي لو لأن شهادتي تنشي شاهدين مما يطلع عليه الرجال غالبا وزوري ويشاهدي عايدي بياوانا ما دم شهادتي على شهادت لو جن النار نحو ولادتي مقصدتي ولادة نحو الولادة وش الرضاع ونحو الولادة كل ما لا يطلع عليه الرجال حيض وبكارة وأشتان أو إيش جنان ويكفي كافية فرعاني لأصلين دو كسبن ببن الزار شاهدي دو كسب أو دو أصلن أو أنا دو فرع أو دبت الشاهدي ويوي أو دبت الشاهدي للسروي ولسروي ويكفي فرعاني لأصلين عيد كل منهما فلا يشترط لكل منهما فرعان شرني ادعر يكون دو فرعان ببن تسعر اي لكل منهما لو اصلي ادي لو كل لو كل شيء لو دو اصلي يكب بتشاهد درستا او شاهدي هو دكان او شاهدي هو دكان دو اصل دو فرع مانع نيا ام شاهد دو كسان بس دو او شاهد بس دو كسان اما دو فرعين وان دو اصل في وزنك اصلك دو فرعها بي او اصلك دو فرعها بي ببن تسعر او يناري او يناري فلا يشترط لكل منهما فرعان ولا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على آخر يك شهادة لسأو بيهو بدا يجلس الشهادة ويبدا ناوي يك شهادة بكالك ناوي دبت يك شهادة ولا واحد على واحد في هلال رمضان لو يكم أدنب ويك بابا نقدر ودو الشهادة لسدو كسيدة دم سدوان أتو الشهادة لسدوان دم هلا نوي يدو شهادة هي أردو يجل ولا واحد على واحد في هلال رمضان لما جاء رمضان يجلس يجي شاهد يبدا اجنبي اصل لك لما جاء رمضان يجي بقيدين يا ولا فرع كذا بدون بابا ويك في فرعان للاصلين ومقابله كيت يا بابا مقابله كيت كافيه مقابله كيت او يا ابي الشرع ده ابي الشرع ده دو فرع في بيزناكا هل يكون دو فرعيان هذي لك تساركس يان هر يكو يش يان هبي او جنه عن ليك قضية ليك قضية هر قضية مثال لك يكو مثال لك هو قادر او زرديس بل او مشاهد مسا قادر او زرديس عقد يان كل يوم مسا نصر هر يش شاهد بل اتو شاهد مسا قادر او زرديس بل هل ان قادر تسن شاهد يا قادر دوي هي او نو دو بل هل زرديس او اش دوي هي او اش دوي هي او صحيبي مال. أو زور باش. نبي بريم. في وزنك أبريم ده بقادر دو شهادي بتنه أبي إذا مسجد بيم بتنه أبي. أو في وزنك. نبغى جه أبي ماني عني. هذه أوزارية إلا شهادة قادر بتنه. أم نجي إلا شهادة زر بسمة. أوجنا. وده بتيك شهادة. أوجنا. ده بيدو. أوزارية من آل ما جرى رمضان. يك شهادة ده هو مقبولة. بس أم شهادة بمبلسر أوي كمان جرى رمضان دي تينار. دبي أمنه تقول شاهد زار شاهد لبي دو لو فرعي مستمر دبي دو دبي إلا دوبي بس لو أصلك أي لما أنت رمضان قيدين يا لموضوع دي شاهد دبي دوبي بيتم بابا أصلك لو موضوع دي مثلا لو عقد بتشاهد لسر عقد شو اسمه عمو شاهد هدو إلا ما أنت رمضان بس نبي خويتش إن شاء الله لو درسك خالد نسكني في ساعتي